بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا فيكم حبايب كشك البسمه. ان شاء الله صبايا اليوم معنا فيديو جديد من فيديوهات الاكسسوارات اللي عم بتطلبوها. انا عجبتني هاي الاسواره كتير، يعني حلو كتير مع اللبس الكاجوال، يعني اللبس النهاري مع الجينزات. الاسواره الفل اللي عملناها من يومين صبايا حلو كتير للبنوتات الصغننه، انما للاكبر عمرا بامكانكم تستخدموا هذا الموديل لاي سن. حلو كتير مع الألبسة النهارية. كل اللي رح يلزمنا فيه صبايا يكون في عنا حبلولي، النوع اللي بدكن اياه، المقاس اللي بدكن اياه، بس انا بفضل هذا المقاس، يمكن اظن يكون مقاسه 8، يعني يكون مقاسه شوي كبير. بامكانكم تستخدموا هيك الوان صبايا، بامكانكم تستخدموا الوان بسموها الوان جنجر، بتطلع حلوة، يعني اذا غامق وجنجر بيطلع كمان كتير حلو. جنجاني بتلاقوا بيعطي على كذا لون، عامل زي الوان الطيف كده. اذا بيلزمنا لولي تقريبا 30 حبة للمقاس العادي، انتو تضموا تقريبا 36 حبة، مشان اذا كنت تحتشتوا لمقاس اكبر بيلزمنا ابرة الخياطة. قبل هالمرة قلت لكم انه كيف منسهل على نفسنا لضم اللولي ورح نشوف ازاي. كمان الإبرة اللي بتكون مناسبة للخيط، أنا الخيط اللي بدي استخدمه صبايا هو خيط المفارش أو خيط المنجد، خيط القطن المصري، هو خيط رفيع بس متين جدا، وأنا عملته على فتلتين، إذا بيلزمنا خيط متين. طيب ما متوفر الأليس ديفا أو خيط السلسلة الحرير، أي خيط بس يكون عندكم خيط متين، ما هوش خيط صوف صبايا ينقطع بسهولة. وطبعا الخيط لازم يكون مناسب بالنسبة لكم لفتحة أو الخرم بتاعت حبة اللولي بتاعتكم. طبعا الإبرة كمان بتكون صبايا مناسبة للخيط اللي انتو استخدمتوه. هلا على بركة الله نبتدي، يلا بينا رح نبتدي مباشرة بالفيديو، مش رح أعطلكم صبايا. عم علمتكم قبل هالمرة في فيديو اكسسوارات كيف نسهل على حالنا، افرضوا الخيط كده تخين وهيعذبني باللضم بحب باللولي، فشوفوا منجيب ابرة عادية وخيط عادي، خيط خياطة رح ناخد الخيط ده اهو نربطه بالطريقة دي. ادي الخيط بدنا نشتغل فيه، وادي خيط الخياطة الرفيع رح نعقده بالشكل ده، تمام؟ بيبقى هيك في صار عنا واسطة ما بين اللولي وما بين حبل الشغل، بسهل علينا الآن مرور حبة اللولي. ازاي؟ اهو صبايا شوفوا الإبرة بقى الرفيع هيك، مهما كان الخرم بتاعت الحباية بيعدي منها بيروح، بعدين بنشد شوي اهو شوفوا، بص اهو حيعدي هيك معاكم على الخيط بكل يسر وسهولة. كرر واحدة تانية وبعدين الضم الباقي لوحدي، تمام صبايا اهو. اذا هيك كون عملنا وسيط ما بين الخيط اهو، خلاص كملوا اللضم. قلت لكم ما بين 30 الى 36 حبة، اللي بيزيد معاكم مش رح يخسر، بعد ما بتخلصوا شغل بتشيلوا صبايا. خلاص صبايا احنا كده خلصنا لضم اللولي او العدد اللي بدنا اياه، رح نستبعده شوي لورا، رح نجي ادي خيطنا اهو. انا هالمره صبايا ما بدي اعمله بطراف طويله مثل وقت اللي عملنا الاكسسوار السابق ونربطه ربط، لا بدي اعمله عروه ونحط لها لولي، يعني نقفله يعني بدون شرشيب. الشرشيب بدي حبيتوه، ارجعوا للفيديو السابق تبع الاكسسوار بحط لكم اياه تبقى ان شاء الله على شاشه النهائي. الان رح نبتدي، انا شغاله هون على ابره تقريبا تعادل 2.5 صبايا، ممكن 2 بالخيط ده. رح اشتغل 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. ليش 8؟ لأنه جربت الـ10 صبايا لقيت العروة كبيرة على حبة اللولي. 8 سلاسل جربتهم لقيتهم كويسين ومناسبين، يعني بتدخل حبة اللولي بالقفل بسهولة ويسر. الآن بدي أقفل بمنزلقة على سلسلة البداية ونطلع من الحلقة اللي على الإبرة. هيك عملت حلقة، الحلقة دي عروة، رح فرجيكم كيف حبة اللولي تقدر تعدي منها. اهي نبعد بس الخيط ده، بصوا صبايا انا كمان بدي اياها تقفل مش بسهولة، اهو عديت معانا تمام. اذا لقيت انا انه 8 سلاسل دول حلو، طيب الان رح نرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، ودافي بداية الشغل فقط. اذا بعد العروة
عملت ثلاث سلاسل، الآن رح أسحب حبة اللولي الأولى أهو، الربع. وضحت سبايا؟ رح أروح على أول سلسلة دي من الثلاثة، أسحب وأشتغل غرزة حشو. هيك بكون أنا عملت أول لولي أهي، اشتغلت حشو. الآن سبايا خلاص بوقف بعد الحشو، بسحب. احفظوها، حشو سحبي أهو، سحبت اللولية، رح ثبت بسلسلة. الآن ابتدى الشغل، أول وحدة بس ثبتناها بهالطريقة، حبست بسلسلة سبايا، بقلب مباشرة وبروح على الخيط بتاع اللولية اللي قبلها وبشتغل غرزة حشو. حشو بس خلاص، يبقى معناها بدي اجيب اللولية الجديدة. نقرب اللولي اهو، نحبسها بسلسلة فقط، نقلب الشغل، نشتغل غرزة حشو في الخيط بتاع لولية السطر السابق، ندخل نطلع وبنشتغل حشو. حشو معناها بدي اسحب اللولية الجديدة، سهلة كتير كتير. اذا بعد الحشو مباشرة بسحب لولية جديدة، اللولية الجديدة فقط بثبتها بسلسلة، بقلب الشغل، بدخل على خيط اللولية السابقة وبشتغل حشو، بسحب كمان اهو. عم كرر صبايا، دخلنا بالتكرار. سحبت اللولي، بحبسها بسلسلة، بقلب الشغل على خيط اللولية اللي قبلها وبشتغل حشو كمان. رح نكرر اهو، سحبناها سلسلة، نقلب حشو. سحبنا حبة لولي، سلسلة بنحبس فيها حبة اللولي، نقلب الشغل. الحشو بيكون بحبل اللولية السابقة أو بالخيط بتاعها يعني. صارت واضحة صبايا؟ لأنه كررناها كتير، رح كرر آخر واحدة بس أهو. نسحبها، احبسوها بسلسلة، قلبوا الشغل. الحشو مش بنشتغله بالحشو هنا صبايا، بنشتغله بالخيط بتاع اللولية أهو، ومنكرر هذا الشغل صبايا لحتى نحصل على محيط المعصم يلي بدنا اياه. وقلت لكم انا 30 حبه تقريبا او 29 حبه، هنا لازم تعدوا، لا بدي 30، لازم تعدوا لوليات الطرف الاول تكون قد لوليات الطرف من تحت. اشتغلنا من فوق 15، يبقى من تحت كمان 15، وبعدها بدنا نركب اللوليه بتاعت القفل. اذا هلا بدنا نضل نشتغل تكرار صبايا لحتى نوصل لطول السويره المناسب. طيب الآن وصلنا لطول الإسورة المناسب صبايا، وأنا مشتغلة هون عندي 30 حبة، 15 من الطرف الأول، 15 من الطرف الثاني. بنجي الآن للولية يلي بدنا نقفل فيها. أنا لما اشتغلتها أثناء الشغل لقيتها طلعت معي لصبايا، لذلك آخر لولية أنا بدي أتصرف فيها بشكل مختلف. رح أنهي الشغل أهو، يعني رح أعمل سلسلة، سلسلة تقوية يعني، واسحب خيطي. لان لما اشتغلت اثناء الشغل مشان القفل طلعت لاحد الطرفين وبدي اياها في الوسط صبايا. رح نجيب الان اللولية دي ونسحبها بالخيط، انا رح اسحبها بالابرة طبعا، رح نلاقيها اسهل اهو. بصوا كيف دي الابرة 1.5، فبامكانها تدخل ان شاء الله يطلع خرم اللولية ده مناسب. لا بتجيب واحدة تانية اهي صبايا، يعني خرمة دي أوسع شوي. رح اشيل الخيط، اسحبه وطالع من قلب اللولية.
ولو لقيت انه تعذر معي انه اسحب الاثنين مع بعض ممكن اسحبهم كل واحد لوحده. هذه واحد لا انسحبوا ماشي الحال ان شاء الله. هاي طلعوا الخيطين هيك صبايا. بدي الان اقعد بشكل يدوي، بدي لف كده حوالين الحباية دي، حابرم شوي حوالين رقبتها اهي، لان انا بدي اياها مثل ما قلت لكم تجي في الوسط، ما بدي اياها تجي مايلة لاحد الطرفين. رح نسحب الخيط كده ونعقده عقدة عادية خالص. شد شوي رح ثبت بس هون الخيط صبايا، شد شوي وفرجيكم خلص اهو صبايا. يعني المهم ثبتناها بشكل منفصل لوحده، لان برجع بقول لكم لما ثبتها اثناء الشغل هي ماليت لاحد الطرفين. الان ناخذ الخيط وبنحاول بقى نعديه ضمن الحشو هنا مشان نخفيه وننظفه. خلاص كده صبايا بعد ما ربطنا دخلنا، حاولوا انكم تثبتوا يعني تدخلوا بمسافه سنتيين ثلاثه حتى تضمنوا ثبات حبه اللولي صبايا، وبعدين قصوا الخيط هيك بتكون السواره خلصت معنا. اهو هاي القفل اللي احنا قلنا عليه، اهو حبه اللولي بتعدي منه بسهوله كده. الان لو حابين بقى انتم تحطوا هون بقى تزينون بسلاسل باي شيء تزيين اللي بدكم اياه فيكم تزينوا، حبيتوا تخلوها هيك كمان بتبقى السواره كتير حلوه صبايا. مشروعنا خلص صبايا، مشروع صغير كيوت، ان شاء الله يا رب يعجبكم. انا بس بدي اقول لكم نفس التكنيك بامكانكم تكملوه كوليه، طبعا فقط بتطولوا الطول صبايا، يعني بتكتروا عدد اللولي. شوفوا انتم هون قد ايه انتم محتاجين مثلا، او شوفوا بالسنتيمتر قديش المسافه من هون لهون. اخذ السنتي مثلا عندكم 4 حبات، بناء عليه فيكم تحسبوا، ممكن تعملوا كوليه كبير، ممكن تعملوا كوليه اصغر على قد الرقبه براحتكم. بتمنى يكون هالفيديو نفعكم صبايا، وقدمت لكم شغلة حلوة بتحبوها. إن شاء الله بنعمل إكسسوارات أخرى في فيديوهات قادمة. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.